صاحب مقام قاب قوسين او ادنى، من صلى عليه سيغنم، لكن من لم يصل عليه سيندم. الحبيب المحبوب الذي تطبق عنا بشفاعته حر جهنم، النبي المصطفى الذي قدمه في الصخرة علم، لأنه ألف الألفة باء البهاء تاء التحلي تاء الثبات جيم الجمال، لأنه حاء الحلم خاء الخير دال الدلال دال ذكر المتعال، هو راء الرحمة الكبرى زاي زين الوجود سين السعود سين الشهود، صاد الصفاء ضاد الضياء طاء الطلال ضاء الظلال، لأنه عين العناية غين الغاية فاء الفتوة قاف القوة كاف الكمال لام اللب من المتعال ميم الملك نون النوال واو الوفاء مؤلف توحيد لا اله الا الله ياء الياقوت ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على حضرة النبي حتى لا يبقى من الصلاة شيء، ويا رب بارك على حضرة النبي حتى لا يبقى من البركة شيء، وارض اللهم عن صحابتك الأخيار وآل بيتك الطيبين الأطهار، وألحقنا بهم على خير يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في مقام التكريم لرجل من أغلى الرجال وأصفى الرجال وأتقى الرجال، إن الرجال كنوز ليس يدريها إلا مرادا قد تحلى من معانيها، في الأرض مسكنهم والعرش مقعدهم قلوبهم طهرت والله هاديها. نقول وداعا للوالد الكريم الحج حمدان أبو الحج، لأنه سرير المنايا لا بد جميعا أن نسير عليه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وداعا للوالد الكريم، إن الطبيب ودواءه لا يستطيع علاج نحب قد أتى، مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى، إن الطبيب له علم يستدل به إن كان للمرء في العمر تأخير، فإذا قضيت في الدنا أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. الوالد الجسر والحصن الحصين لأبنائه. سئل حكيما من العرب فقيل له يا حكيم من تحب من أبنائك؟ قال أحب الصغير حتى يكبر، وأحب المريض حتى يشفى، وأحب الغائب حتى يعود، وأحبهم جميعا حتى أموت وأفارق هذه الدنيا فهم أبنائي. فاعلم يا عبد الله أنك مهما أحببت آبائك أي والديك لن تقدر أن تحبهم كما يحبونك. رحم الله آباءنا وأمهاتنا وجعلهم في مستقر رحمته، فدعاء الوالد لولده كدعاء نبي لأمته. وبداية دعوة والدنا الحج حمدان لأبنائه
هذا الجمع الوفير من اهل الواجب بالجنازة امس ثم في مقام التأذين اليوم دل ذلك يدل على قبوله عند الله. اسأل الله ان يجعله عنده من المقبولين وسائر موتانا اجمعين. ايها الاخوة المؤمنون قارئنا الان فصيح اللسان لانه يتحدث بالقرآن. فيا قارئ القرآن ان كان التاج زينة فوق الرؤوس فانت زينة التيجان وزينة التيجان الجوهرة. يا قارئ القرآن رحم الله اباءك اللذان ربياك وعلماك وكفرا. يا قارئ القرآن اختارك الرحمن ان تكون لآياته بين الناس تاليا وناشرا. يا قارئ القرآن صوتك يجوب المكان فيتعلم منه المتعلمون وكذلك الأزاهرة. يا قارئ القرآن إذا قرأت القرآن فاح منه المسك والمسك بالقرآن قد تعطر. أيها الإخوة المؤمنون إن قارئ القرآن في المكان إذا قدم إليه حفته الملائكة والملائكة من عند الله معطرة. أدعو فضيلة القارئ الشيخ علي العطار القارئ بمصر والعالم الإسلامي فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
وترزق من تشاء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله
صدق الله العظيم. الله يكرمك.